لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، العراق يحتل مرتبة مرتفعة في خريطة الجوع بالعالم. في صحيفة المدى، ثلاث لجان برلمانية للتحقيق بتلف العملة وغسيل الأموال وبناية البنك المركزي الجديدة. في موقع كتابات السليماني، يطلق فرق الموت في العراق لتصفية خصوم إيران. في موقع الجزيرة نت، العثور على قائد الأسطول الخامس الأمريكي ميتاً بالبحرين. في العربي الجديد، المشاورات اليمنية إلى 6 ديسمبر، بناء صعب للثقة. في القدس العربي، حرب شوارع في احتجاجات السترات الصفراء في باريس. وفي صحيفة الحياة، الأمن الداخلي تعلن منع السفر عن وهاب، توجهنا لإحضاره ومناصروه أصابوا مرافقه. السلام عليكم. توافقت الانتخابات البرلمانية في العراق مع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وهذا التزامن ألقى بظلاله على نتائج الانتخابات ليس في الصناديق وعزوف الناخبين عن التصويت لفقدان الثقة بالعملية السياسية وما جرته من ويلات، بل في ارتباك التدافع والارتماء في كفة إيران من ميزان الاحتلال الذي بدت فيه الكفة الأمريكية أقل وزنا وبوضوح. اختيار عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء كان قائما منذ الدورة الانتخابية الأولى بعد الاحتلال، لكنه لم يكن رجل تلك المرحلة في تقدير الكتل الطائفية أو المرجعيات في فترة الغليان المذهبي ومستحقاتها المنجزة نقدا وعدا. مقال عن وزارة عادل عبد المهدي نشره موقع الهيئة نت للكاتب حامد الجيلاني. تسمية شخصية عادل عبد المهدي بالذات لرئاسة الوزراء مهادنة مع الظرف السياسي العام في العراق، فالتهدئة مطلوبة من جميع الفرقاء في العملية السياسية على اختلاف التباينات الإيرانية والأمريكية المتدخلة والتي استغلها رئيس الوزراء بطروحات إصلاحية أكاديمية وبالمباشرة بعمليات ملموسة للمواطن تبتغي بناء الثقة بإجراءات سريعة. لكن هذه التغييرات لن يكون لها جدوى، لأن القبول بسقف الميليشيات العالي وصلاحياتها القانونية وعجائب ما يصدر إليها ومنها يفوق صلاحيات أي نظام سياسي في أي دولة مستقرة، اشتراط الحرية بحق اختيار الوزراء وتنفيذ البرنامج الحكومي لمغادرة الفشل في إدارة الدولة والمعد سلفا، اصطدم بحقائق التجاذبات حول توزير شخصية مطلوبة بإلحاح من تحالف البناء لتولي منصب وزارة الداخلية، وهو المنصب الذي تحول إلى فضيحة في العمل السياسي. التهديد بالاستقالة استجابة ضمنية لوصاية إيرانية بالتصرف بحدود المعقول بمحيط دولي وإقليمي لا يبعث على الاطمئنان، ومطلوب فيه من العراق أن يمضي بعصا التوازن على حبل إملاءات طهران العقلانية على غير العادة كمنصة اقتصادية غير مستفزة للولايات المتحدة. عودة إلى اللامبالاة في قبول مبدأ الوكالة لإدارة وزارتي الداخلية والدفاع مع تأجيلات متكررة لجلسات التصويت على المرشحين في البرلمان تحت مبررات إضاعة الوقت لا تعني شيئا في وطن أضاع الكثير من سنواته في الأزمات والحكومات الفاشلة، والأدهى أن الصراع يلبس رداء المبادئ وليس الأسماء، في حجة لصراع أكبر بين إيران وإيران في العراق، أو بين ميليشيات وميليشيات تتفاوت في أسباب الهيمنة والنفوذ وفرض الإرادات على الشارع. موقف رئيس الوزراء وضعه خارج قاعة المزاد للوزارة الأهم في فترة العقوبات الأمريكية على إيران،
بارتهان صريح لما يمكن أن يكون مرحلة انتقالية بقروض قصيرة واجبة السداد حين الطلب. من جديد تثبت الأحداث أن حكومة بغداد غير واعية لحقيقة الدور الذي ينبغي أن تقوم به الحكومات الحريصة على شعبها، وهذه المرة كانت بسبب تراخيها وتقصيرها في التعامل مع السيول التي ضربت بعض المدن العراقية، وبالذات تلك التي تضم عسكرات النزوح الداخلي من ضحايا العمليات العسكرية التي خربت بيوتهم وفرقت شملهم وصاروا في مهب الريح، بحسب مقال للكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. السيول القاتلة اجتاحت كذلك عدة محافظات، ومنها ديالى وواسط وذيقار وغيرها. ومع ذلك فإن حكومة بغداد المفتقرة للتخطيط وقفت عاجزة عن مواجهة الكارثة الإنسانية رغم إمكانياتها المادية والبشرية الهائلة، واكتفت بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ المدنيين العالقين. فأين هو دور الحكومتين المركزية والمحلية بمثل هذه الظروف القاهرة؟ ونحن نتحدث عن إمكانيات دولة مثل العراق. الغريب أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صور لضباط ومراتب من الجيش في الشرقاط وهم يصورون السيول بهواتفهم المحمولة وكأنهم برحلة سياحية وليسوا في واجب وطني. وأمام سيول تجرف أناسا ضعفاء وهم بين الحياة والموت، فما هو دور هيئة الأنواء إن لم يظهر في مثل هذه الأيام العصيبة الخلل الوظيفي والإداري الذي ارتكبته دائرة الأنواء الجوية، يستوجب محاسبة المقصرين بأداء واجباتهم الخدمية والإنسانية بعدم تحذير المواطنين من السيول، ومحاسبة كافة المتمهلين في تقديم الخدمات الضرورية للمنكوبين من تلك السيول القاتلة. الطوفان في العراق لم يكن طبيعيا فقط، بل إن الطوفان السياسي دفع الكتل المتناحرة إلى تأجيل جلسة الاثنين الماضي البرلمانية إلى الرابع من هذا الشهر بسبب عدم حسمهم لخلافاتهم حول بعض الوزارات، ومنها الدفاع والداخلية التي يتصارع عليها تيار مقتدى الصدر مع كتلة هادي العامري. الفيضانات في العراق متنوعة، أبرزها فيضانات الجريمة المنظم والتهريب والفساد والمحسوبية والهويات الفرعية الساحقة للهوية الوطنية الجامعة، فمتى نحيا بعيدا عن هذه الفيضانات الفتاكة؟ فجرا زار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي موقع العمل لرفع الأسوار الإسمنتية من المنطقة الخضراء، وهي حملة بدأت منذ 6 أشهر بعد أوامر أمنية بفتح عدد من الشوارع المغلقة منذ 2003. خلال الزيارة كان عبد المهدي يتحدث إلى المسؤولين عن ضرورة أن يتنفس الناس، فهل عبد المهدي جادا بكلامه؟ مقال للكاتب مشرق عباس في صحيفة الحياة اللندنية. كل من يزور بغداد ومعظم المدن العراقية الأخرى يشعر بثقل الكتل الإسمنتية على حياة الأهالي، وخلال السنوات الماضية تكاثرت الكتل بتكاثر الهجمات الإرهابية حتى تحولت بشكل ما إلى خريطة خوف كبيرة حاصرت الناس وأربكت حياتهم وخيمت على ملامح المدن ونشرت الهجوم والموت بزواياها. من الضروري الإشارة هنا إلى أن بغداد وحدها تضم أكثر من 30 مربعاً أمنياً بالإضافة إلى المنطقة الخضراء والتي تشمل مقرات حكومية وحزبية وأمنية، قطعت من أجلها الساحات والشوارع وزرعت لحمايتها ملايين من العوارض الكونكريتية الهائلة التي بإمكانها مجتمعة أن تبني 3 أسوار جديدة لبغداد مع محيطها. الحديث عن هذه الخطوة لا يعني أن الأمور في العراق تسير بالاتجاه الصحيح، فنحن فقط أمام خلل واحد تم تصحيحه، وأمام البلد تحديات جسيمة وكبيرة أخرى تخص بناء منظومات أمنية قادرة على حفظ الأمن بطرق أكثر نجاعة وأقل تكلفة على حياة السكان وحرياتهم. يجب معالجة كوارث الفساد والتأسيس لبنية إدارية بأقل ثغرات ممكنة ومواجهة العجز الاقتصادي الكبير وتردي الخدمات الواجبة على الدولة.
لكن كل ذلك لن يتم في بيئة كالتي أوجدتها منظومة الخوف والخرائط الإسمنتية والمربعات الأمنية، بل إن تلك المنظومة هي من مبررات الفساد والعجز، والتي سمحت باستخدام مصطلح المنطقة الخضراء آمنة الذي اخترعه الجيش الأمريكي، وتقابله كل بغداد باعتبارها منطقة حمراء خطرة. الأزمات السياسية تؤثر بشكل واضح على سلوك الدولة بشكل عام وسلوك ومزاج المواطن بشكل خاص. ما يحدث اليوم من تلكؤ في تشكيل حكومة تخرج بمقبولية شعبية دليل على ذلك الضعف في التوجهات والرؤى، إلى جانب الثقة المنعدمة بين الأحزاب نفسها وبينها وبين المواطن، التي تنذر بمجموعة من المخاطر في القريب القادم إذا ما استمر هذا التيه السياسي، بحسب الكاتب أثير ناظم الجاسور في مقال له في صحيفة المدى. لم يكن لدى المواطن العراقي أي رغبة في أن يكون من ضمن لعبة إقليمية دولية، أو بالأحرى لم ولن يرغب أن يكون ضحية تلك المعادلات، والتي تتغير بين الحين والآخر بدعوى المصالح والأهداف والمكاسب. لكن السؤال، أين أنت من هذه اللعبة؟ وما هي خياراتك؟ حتى اللحظة والشارع العراقي بمختلف شرائحه لا يعلم ما هي الأدوات والخيارات التي تجعله لاعبا له اعتباره بسبب الفوضى السياسية التي خلقتها الأحزاب بعد أن عكست برامجها قصورا واضحا في العمل السياسي. بالتالي فإن توجهات العراق باتت مبعثرة بعد أن تجاوزت الصراعات الحزبية كل التوقعات بخلقها أجواء غير طبيعية أنتجت ضعفا كبيرا بمختلف الاتجاهات، وأثرت بشكل مباشر على الحياة الداخلية. فإن عدم الاعتراف بأن الإخفاقات والانكسارات سببها الصراعات الحزبية وسوء الإدارة لا زال يجر معه كل الأخطاء السابقة ليسقطها على طاولة العمل الحالي والمستقبلي. لم تتغير العقلية الحزبية بإدارة الدولة على الرغم من السنوات التي كانت من المفترض أن تكون كفيلة أن تجعل الأحزاب تتعلم العمل السياسي والغوص بكل تفاصيله. بعبارة أخرى، كانت هذه السنوات بتراكماتها كفيلة أن تجعل هذه الأحزاب تجيد اللعبة السياسية. والمسألة الأخرى، لا تزال هذه الأحزاب تعاني قضية التأثيرات الخارجية التي باتت هي أيضا جزءا من عملها داخل العراق، لا بل يعد هذا الخارج الضامن القوي لها بعد أن أصبح متحكما في كل شاردة وواردة يدور في مخيلة صانع قرار هذه الأحزاب وفي توجهاتها التي أصبحت هي أيضا واضحة للجميع. بالتالي بات من الضروري أن تتغير هذه التوجهات، والاعتراف أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لمقدمات خاطئة تشكلت على أساسها العملية السياسية التي اصطبغت بكل ألوان الفشل. تنتهي في 23 من شهر ديسمبر كانون الأول الحالي المهلة الأمريكية التي منحتها واشنطن للعراق في 8 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، والتي تضمنت السماح للأخير باستيراد الطاقة من إيران لمدة 45 يوم في استثناء من العقوبات الأمريكية على طهران. إلا أن العراق لم يعلن موقفه بوضوح بشأن هذه المهلة، ما يعني أن بغداد ستجد نفسها بعد نحو 3 أسابيع أمام أزمة سياسية حتمية، إما مع طهران أو في حال امتثلت لعقوبات واشنطن، أو مع أمريكا في حال انحاز العراق للموقف الإيراني، وهي أزمة ستكون الاختبار الخارجي الأول لحكومة عادل عبد المهدي بحسب تقرير لصحيفة العربية الجديدة. ويؤكد برلمانيون عراقيون أن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية لن تقتصر على موقف العراق من العقوبات المفروضة على طهران. في هذا الإطار، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان مهدي تقي بتصريح صحفي أن مجلس النواب بصدد فتح ملف شركة بلاك ووترز الأمريكية، والتي قتلت 17 عراقيا بساحة النسور وسط بغداد عام 2007، موضحا أن البرلمان يعتزم فتح جميع ملفات الجرائم الأمريكية التي ارتكبت بحق الشعب العراقي، ومطالبة واشنطن بدفع تعويضات مالية ومحاكمة المتورطين بالجرائم، مؤكدا أن بلاده ستستخدم جميع السبل التي تحفظ حقوق الضحايا. وكان عام 2007
قد شهد مجزرة مروعة راح ضحيتها 17 مدنيا عراقيا قتلوا بنيران شركة بلاك ووترز الأمريكية التي أطلقت النار بشكل عشوائي على السيارات والمرة. فيما أعلن قاضي محكمة الجزائر الأمريكية في واشنطن رويس لاميرث في سبتمبر أيلول الماضي عن تأجيل الحكم بحق المتهم الرئيسي بالقضية الحارس السابق في بلاك ووترز نيكولاس سلاتن. جاءت إثارة الملفات القديمة والجديدة مع واشنطن بعد زيارات متكررة قام بها مسؤولون إيرانيون إلى العراق خلال الأيام الماضية للاطلاع على موقف بغداد النهائي من العقوبات الأمريكية على إيران. وأكد مصدر في وزارة الخارجية العراقية أن مسؤولين إيرانيين التقوا خلال زياراتهم سياسيين وموظفين حكوميين ناقشوا معهم موقف العراق بعد انتهاء مهلة 45 يوم. لطالما كانت قمة العشرين الموعد المثالي لإعلاء أصوات المعارضين لسياسات الرأسمالية والعولمة في الشوارع جنبا إلى جنب مع المدافعين عن قضايا البيئة وحقوق المهاجرين، لكن هذه المرة لم ينتظر مناهضو النادي الرأسمالي الضيق موعد القمة حتى يدلوا بدلوهم. هل نحن أمام طريق لسقوط الرأسمالية؟ سؤال طرحه الكاتب طارق القيزاني في صحيفة العرب اللندنية. ليس ثمة مكان أنسب من المدن الفرنسية ذات التاريخ الطويل من النزاعات العمالية منذ القرن 19 للتعبير عن المزاج العالمي الجديد الذي ازداد سخطا تجاه دولة الضرائب والرأسمالية المتوحشة، وهو مزاج مرشح للاتساع أكثر بدول أوروبية أخرى، وربما أدرج القارة في مؤشر قد يتحول إلى ربيع غربي ضد النظام الاقتصادي العالمي. ولم تشذ شوارع الأرجنتين الغارقة بأزمة الاقتصادية عن القاعدة تماما مثل شوارع القمم السابقة في التعبير عن السخط المتزايد لسياسات الدول الغنية التي تحتكر وحدها 85% من الناتج الإجمالي المحلي وتمثل ثلثي سكان العالم. يمكن الملاحظة بسهولة كيف أن أزمة الأجور الضعيفة وظاهرة الافتقار ما فتئت تجتاح أرجاء العالم في مقابل اتساع الفجوة الاجتماعية مع النخب الرأسمالية الضيقة، إما بسبب سياسات التقشف الحكومية وإما بسبب تفشي المضاربات المالية على أيدي مراكز القوى للرأسمالية الجديدة. وبسبب المنح المتطرف الذي تسلكه الحكومات الشعبوية على طرفي الأطلسي بشأن النزاعات الحمائية المتزايدة والاختلاف حول قضايا التغير المناخي والهجرة وتزايد سطوة الدوائر الرأسمالية المتحكمة في السلطة، فإن المزيد من الإحباط العالمي يؤشر على أزمة عالمية قد تكون أخطر من صدمة الأسواق المالية عام 2008. عندما تدرج فلاديمير بوتين من طائرته في الأرجنتين كانت 4 سيارات فاخرة تنتظره عند السلم لنقله إلى حيث يحتشد زعماء مجموعة العشرين الذين تملك دولهم 80% من إجمالي اقتصاد العالم. هذه السيارات روسية الصنع وقد شحنت جوا إلى الأرجنتين قبيل وصول الرئيس، وبينها 2 مصفحتان وواحدة عادية وحافلة صغيرة. ومنذ أن كشفت موسكو عن سيارة أوروس قبل عام بات بوتين يستقبل بها زواره وتسبقه إلى الدول التي يزورها لتجسيد أبهته من جهة ولتسويق صناعة تريد موسكو أن تشق طريقها نحو الأثرياء. لكن عربات أوروس التي ترافق بوتين في الحل والترحال ليست وحدها ما يعكس حرصه على تأكيد قوته أمام الزعماء الغربيين بالذات،
قبل عام اكتشف الأوروبيون أن عميل كي جي بي السابق يجوب أجواء العالم في قصر فخم يليق بعظمة قيصر روسيا الجديد. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.